معانا السيدة أم محمد، تتفضل. عليكم. عليكم السلام عليكم، تتفضلي. ازي حضرتك يا شيخ؟ كل سنة وحضرتك طيب. الله يبارك في حضرتك، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي. لو سمحت أنا عندي كام سؤال كده بعد إذنك، لو إذا تكرم. اتفضلي. أول حاجة، أنا بنتي متوفية من 20 يوم بالظبط. رحمها الله سبحانه وتعالى وجعلها في فسح الجنات. هي عندها 4 سنين وكانت تعبانة، فأنا كان سؤالي إن أنا على طول حاسة بالذنب إن أنا قصرت معاها في تعبها. قصرت معاها في تعب عليه، أنت كنت مهملة وسايباها لوحدها ولا كنت بتحاولي تعملي اللي عليكي؟ قعدنا شهرين في المستشفى. طيب فين بقى التقصير؟ علشان انا الدكاتره قالوا لي ان هي تعبانه من ساعه ما اتولدت وانا ما اعرفش. طب فين التقصير برضه؟ ان الله حضرتك. طيب ده السؤال الاولاني، السؤال الثاني انا جاوب حضرتك. انا بعيط، انا سؤالي هل بكائي عليها بيؤذيها؟ لان كله بيقول لي ما تعيطيش علشان انت كده بتاذيها، انت كده بتجرحيها في مكانها. طيب السؤال الثاني، في سؤال ثالث؟ سؤال ثالث معلش اخير، لما باجي اصلي على طول دماغي ببقى مشتته، واقفه على السكاده بصلي دماغي مشتته، بفكر في كذا حاجه. ارجع عيد الصلاه ثاني واصلي من اول ثاني، ارجع اصلي برضه الاقي تفكيري في حاجه ثانيه. طيب عايزاني اجاوب عليك ازاي تتخلصي من هذا التشتت؟ أكيد. طيب السؤال الأولاني، إن بنتك أنت ما قصرتيش، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي. فأنت حضرتك في حكم، أنت في أنت لا تعرفي شيئا، فإزاي تدخلي في ده؟ إزاي تدخلي في ده وأنت لا تستطيع أن أنت تعرفي عنه شيء؟ فكيف يحاسبك الله سبحانه وتعالى على ما لا تعلمي؟ يبقى إذن عشان ربنا يحاسبك على حاجه يبقى انت تعرفي ثم قصرتي. انت ما قصرتيش، انت كنت تجهلي، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا عفوا، يعني جعل هذا ايه؟ عفوا، يعني ربنا عفى عنك وانت ما فيش عليك اي اسم. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، مساله البكاء يا ساده، حضره النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه ابراهيم عليه السلام. لما بكى عليه حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبكي يا رسول الله؟ قال انما هي رحمه. فإذا كانت البكاء ده بقصد الشفقة أو بقصد الرحمة أو بقصد ده، فما فيهاش حاجة. إمتى يكون البكاء مضر للشخص مش مضر للميت؟ لأن حتى الحديث اللي الناس بتفهمه غلط، اللي هو حديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن الرجل، هذا الرجل مات وأهله يعذب وأهله يبكون عليه، مش دي الرواية الصحيحة، مش إن الرجل لا يعذب ببكاء أهله. حتى الرواية دي قالوا إمتى يعذب ببكاء أهله؟ لو وصى إن هم يشلشلوا عليه، ووصى إن هم يندبوا عليه، ووصى إن هم يشقوا الجيوب، لو وصى بكده يعذب بده، لأنه وصى بشيء حرام. لكن هو لو ما وصاش بده ولا يصل ده، لقوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى إذن بكاء حضرتك، ابن حضرتك، مش هيصل إليه أي نوع من أنواع الإثم اللي هو فيه دوت لو كان ده إثم. أما البكاء بقى إذا كان من قبيل الشفقة فهو ما فيهوش إثم أصلا، وبلاش تشقوا على الناس تقولوا لهم بلاش تبكوا، بكاءكم عليهم حرام. ليه؟ أنتوا عايزينهم. دايما ما بحبش استخدام الحرام عشان نخلي الناس تتغير من حالتها النفسية، ما تعملوش كده. مش هينفع أن أنت عشان تخليه يبقى أحسن ويبقى حالته النفسيه يخرج من الاسف بتاعته ويخرج من الزعل بتاعه، مش هينفع ان انت عشان تخرجه من ده تقول له ايه ده حرام عليك، وهو مش حرام. فالبكاء على الميت، امتى يكون البكاء على ميت حرام؟ لو كان في جزع فيبقى الحرام الجزع مش البكاء. اما البكاء فجائز، البكاء على الميت فجائز. اللي بيبقى حرام هو الجزع، اللي حرام يبقى هو عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. لكن بعد كده البكاء، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بكى على سيدنا ابراهيم قال انما هي رحمه. فكده عرفنا ان البكاء اذا كان بقصد الشفقه والرحمه والتذلل لله سبحانه وتعالى انه يغفر الميت، فليس فيه شيء. السؤال الثالث، لما تحس بتشتت في الصلاه حاولي في الصلاه تصلي بتؤده، ولو سمحت لما تحس بتشتت في الصلاه اعملي اللي يغلب على ظنك وما تعيديش الصلاه ثاني، لان كل ما بتعيدي الصلاه كل ما الامر بيسوء. فنعمل ايه؟ أنا والله غلب على ظني إن أنا صليت 3، غلب على ظني إن أنا صليت 4، وخاصة إحنا بكام ده في الفترة دي خاصة بالوسواس. فيبقى تعملي إيه؟ تعملي اللي غلب على ظنك عشان ندفع هذا الوسواس، لأن أنت في الحالة النفسية دي
ممكن تكوني بتعاني حاجه اسمها اثار ما بعد الصدمه، وخاصه لو كان مساله التشتت في الصلاه ده جديد، وعشان كده يبقى انت تعملي ايه؟ ما تلتفتيش لهذا التشتت، وافعلي ما يغلب على ظنك اللي بيه، تتفعل وسواس، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك العمل الصالح. وانت بتصلي اقري الايات وخدي نفس ما بين كل ايه وايه، وصلي بهدوء وصلي بتؤدة، وده ان شاء الله يذهب عنك هذا الوسواس والتشتت.